بدي رحب فيك روجيه زكار، عضو مجلس إدارة كوميرشال انشورنس، الشركة الرائدة بعالم التأمين بلبنان. دائما بتكون معنا بأوتوفوكس لنضوي على موضوع التأمين، واليوم بأول حلقة معك حابين نحكي بشكل خاص عن التأمين بفصل الصيف اللي صار اكتيفيتيز كتير، مهرجانات، أيضا إن كان له علاقة بالموتويات، بالجيت سكي، بالبيسيكلات، كل هالأمور أنتم بتغطوها ككوميرشال انشورنس. كيفك جورج؟ أول شيء تعريف صغير عن commercial insurance ونفتح بعضها المواضيع الباقية. لنعرف على اللي عم بيسمعونا عن commercial insurance. commercial insurance هي مثل ما بنعرف أقدم شركة تأمين بلبنان، تأسست بال 62 أو من أقدم الشركات التأمين بلبنان، وهي شركة 100% لبنانية. يعني كل إذا بدك كل التمويل تبعول الشركة وكل شيء اللي بتشتري الشركة بيبقى بلبنان، ما بيروح لبرا. commercial insurance كمان بقيت شغالة كل أيام الحرب، وهي اللي بتميزها عن غير الشركات، وهي كوميرشال انشورنس كانت من الشركات الرائده يلي فتحت 24/24، وحال حدا في يتصل فيها على رقم الهوت لاين تبعولنا يلي هو 12/8. يعني من ستينات القرن الماضي لليوم، رغم كل شيء قطع على لبنان، بقيت الشركه صامده واقفه على اجريها وعم بتقدر تامن على كل زبائنها يلي اكيد حاطين ثقتهم فيها. 53 سنه لك، 53 سنه الشركه عبال 100 هلا عم نشتغل عليها. اكيد اكيد بظل وجودك ومع كمان كل شيء عم بيصير اليوم بكوميرشال انشورنس، يعني عم بتفوتوا بقصص غير شركات يمكن ما انا فايت فيها، مثلا تامين على الدراجات الهوائيه، البيسكلات اللي كمان اليوم رح نحكي عنها اكثر بختام حلقتنا، لانه في شيء سبيشل حول هالبيسكلتات البيجو الحلوين اللي معنا. تامين بيسكلات روجيه، بارابانت، موتو، جيت سكي وغيرها. قبل ما نحكي شوي عن المهرجانات خبرنا اكثر. حقيقة يعني كوميرشال انشورنس عم بتضل تجدد حالها، عم بتجدد ضل تجدد الطاقات التأمينية تبعولها. وإذا بدك نوعا ما اكتسبنا خبرة، يعني صرنا الشركة أو من الشركة القليل يلي صار بتعرف تأمن إذا بدك النشاطات الرياضية يعتبر نوعا ما خطرة. فنحن مثلا لنحكي عن الدراجات الهوائية أو البيسيكلتات، كوميرشال انشورنس رائدة. فكل النوادي اللي عم بيعملوا أنتوا أول شركة عم تأمنوا على البيسيكلت؟ على البيسيكلتات وأكثرية النوادي اللي المختصة والاتحادات مأمنين معنا. البارابونت أو الجيت سكي أو كل النشاطات اللي تنعمل على البحر، كمان نحن شركة رائدة ونحن عم نأمن كل النشاطات أو المسابقات يلي بتصير على هول النشاطات. كمان كل شيء له علاقة بالكومبيتيشنز مثل رالي لبنان الدولي كمان اللي كنتوا فيه سبونسر أساسي على السباق بشكل عام. رالي لبنان لنا 30 سنة كوميرشال انشورنس هي اللي عم بتواكبه وعم بتأمنه، وبفتكر هي الشركة الوحيدة اللي عندها المؤهلات تقدر تأمن رالي لبنان، لأنه رالي لبنان مثل ما بنعرف عنده متطلبات عديدة، وما في رالي بيصير بلا ما يكون في حادث. وشفنا حادث اللي تعرض له السيد القطري ناصر العطية، وكمان بتوجه هون بمبروك كبيرة بوجودك معنا كمان روجيه لسميك طبعا روجيه فغالي اللي أحرز لقب رالي لبنان للمرة الـ 12 بتاريخه. فكل هول المؤهلات يعني اللي عم بتخلينا والطاقات عم بتخلينا نحن نبين ونكون رائدين ونطور. فاكيد بلشنا برالي لبنان ونحن رائدين ونحن شريك اساسي لرالي لبنان، لانه بلا تامين ما بيكون في رالي، وهلا عم نطور التامينات الرياضيه الخطره لباقي الالعاب الرياضيه. رح نحكي بحلقه خاصه شوي اكثر عن التامين على الدراجات الناريه روجيه، بس في شغله كمان لفتتني انه متامنوا على الايفنتس الكبار اللي عم يصيروا بالبلد، رغم انه في اوقات عم ينلغوا هالايفنتس. هيدا موضوع كثير مهم، لانه مثل ما بنعرف في كثير مهرجانات وعم بيزيدوا المهرجانات، لهالسنه بالذات في 100 مهرجان. ولواحد يقدر يقوم بالمهرجان، اول شيء لازم يامن الجمهور، لازم يامن الموظفين اللي بيشتغلوا، بس اهم شيء لازم يكون عنده تغطيه اسمها ايفنت كانسليشن او في حال التغى الايفنت. وهذا اللي صار معكم بايفنت معين، ما بدنا نفوت بالتسميه، من وراء اكيد المظاهرات اللي عم بتصير، فضل الارتست اللي جاي يعمل الايفنت ما يكون موجود وبالتالي التغى الايفنت، وانتم اكيد مجبورين هون تغطوا تكاليف غياب الارتست عن الحفل والغائه. لهيدا السبب كل حال حدا بده يقوم على مهرجان او بده يقوم على مهرجان كبير او بده يستثمر مصاري، ما في يقوم بهيدا المهرجان بلا ما يكون مأمنه. صح، لانه مجرد عم تيجي عم تحط لوفات الدولارات مجازفة كبيرة. صحيح، ما فيك تجي تخاطر انه اذا صار في بكره حدث شغب او بكره صار في حدث لسبب ما تسكر البلد، تعطل البلد، ما قدر يجي الجمهور على المحل بالذات،
تاخذ يعني بتخسر المصاري. فوجدت تامين خاص اسمه ايفنت كانسليشن، او في حال تغل ايفنت نحن رائدين فيها، عندنا 80% من سوق المهرجانات وعم نقدر نغطيها وعم نقدر نقدمها للي عم بيعملوا هول المهرجانات. روجيه، بعرف كل ما تكون معنا بطريقتك المميزه في شيء عم تقدموه فيري سبيشال لكل الاشخاص اللي عم يحضرونا اليوم. معنا بايكس كثير حلوين مثل ما ذكرنا، دراجات هوائيه بيجو عم بتقدمهم اليوم كجوائز. شو شروط المسابقه تقدر واحد يربح البسكليت الحلوه؟ نحن دائما بنحب كل اللي عم بيكونوا معنا نربحهم. فاول شيء عم نربح جوائز عديده تامينيه من كوميرشال انشورنس، وكمان زياده عم نربح بسكريتات بيجو. هيني كثير، واحد بده يفوت على صفحه التواصل الاجتماعي تبعولنا يعمل لايك اند شير فيسبوك، اوكي، لايك اند شير على الحلقه تبعيتنا كوميرشال انشورنس، كوميرشال انشورنس كور لايك اند شير، وبنزل دغري بنصحب، واخر الحلقات بنعلن عن الاسامي الرابحين على الفيسبوك كمان بنعلن الاسماء الفائزه. طبعا شكرا روجيه على وجودك معنا، اكيد رح نشوفك بهالاسبوع كمان لنضوي اكثر على كوميرشال انشورنس وعلى التامين المهم اللي عم تعملوه على امور غيركم بعد ما عملها. مشاهدينا نحن اكيد بنوصل لختام حلقه اليوم، تابعونا طوال الاسبوع مع كوميرشال انشورنس، الى اللقاء.